ننتقل الآن إلى السؤال الخامس. السؤال الخامس: For the matrices in question A, in question 6 A and B, find A قوة 3 A dot قوة B, B dot قوة A. المصفوفات A و B يعني شنو؟ A قوة 3. A قوة 3 يعني معناها المصفوفة الأولى مضروبة في نفسها 3 مرات، يعني ضرب A في A ضرب داخلي، الناتج مال هذا الضرب اللي هو A في A الناتج مالتهم حيكون مضروب في المصفوفة A. زين، إذا B dot A يعني المصفوفة B اللي هي هذه عناصرها، كل عنصر بيها مدام دوت معناها كل عنصر مرفوع قوة A، مرفوع لعناصر المصفوفة A، يعني معناها العنصر الأول مرفوع للواحد، 9 مرفوع للواحد، العنصر الثاني 10 مرفوع لـ2، العنصر الثالث 12 مرفوع لـ3، العنصر الأخير بالمصفوفة B مرفوع لـ4. هذا هو معنى B دوت قوة A. فخلينا نشوف شلون حيكون تطبيقها بالماتلاب. نمسح الشاشة CLC. فعندي المصفوفة A، نرجع نكتبها، يساوي عدد عناصرها 1 2 3 4. المصفوفة B اللي هي 9 10 12 14. خلي أقواس مربعة بالبداية وبالنهاية، فأنا أيضا خلي فاصلة منقوطة. فأي قوة 3 معناها أنه المصفوفة مضروبة في نفسها 3 مرات، هذا هو الناتج. B dot قوة A يعني مثل ما شرحت هنا، معناها المصفوفة كل عنصر بها مرفوع للقوة من عناصر المصفوفة B. فتسعة أس واحد هو 9، 10 أس 2 هو 100، 12 أس 3 هو 1728، و14 أس 4 هو 38416. هاي فيما يخص القوى للعناصر. ننتقل الآن إلى الترانسبوز. الترانسبوز عندنا الترانسبوز إذا كان نوعين، عندي إذا كانت المصفوفة عناصرها أعداد حقيقية، وعندي الترانسبوز للمصفوفة إذا كانت عناصرها أعداد عقدية. مثلاً هنا أنا هذه مصفوفة كل عناصرها أعداد حقيقية، هذه مصفوفة Y كل عناصرها أعداد عقدية. العدد العقدي يعني عدد مؤلف من جزئين، جزء خيالي وجزء اللي جزء حقيقي وجزء خيالي اللي بي الآي. فإذا أخذت الترانسبوز للمصفوفة X راح يحول لي الصفوف إلى أعمدة والأعمدة إلى صفوف. زين، إذا أخذت الترانسبوز للمصفوفة Y شلون راح يكون النتيجة؟ خلينا نشوف تطبيق السؤال بالماتلاب. نكتب المصفوفة X مؤلفة من صفين مختلف أعمدة، X يساوي صفين وعامدين 1 2 3 4، والمصفوفة Y اللي هي مؤلفة من عناصر عقدية 1 زائد I الصف الأول، 2 زائد 2I فاصلة منقوطة الصف الثاني، 1 ناقص 2I space 2 زائد I. فنسد القوس راح يتكون عندي هذه المصفوفة اللي عناصرها أعداد عقدية. فإذا أريد مكتوب بالسؤال How could you get the conjugate and transpose of matrices X و Y، يعني معناها المصفوفة X شلون ألقي الترانسبوز والكونجوكيت. المصفوفة X هي مو خيالية حتى ألقي كونجوكيت. فناخذ الترانسبوز للمصفوفة X اللي هي عناصرها أعداد حقيقية X، هذه الشقطة اللي موجودة بحرف الطاء، نضغط Enter فراح نشوف إنه الصف الأول صار عمود أول والصف الثاني صار عمود ثاني. زين، إذا المصفوفة Y مطلوب الكونجوكيت والترانسبوز. المصفوفة Y بما إنه هي عناصرها أعداد عقدية، فألقى الترانسبوز والكونجوكيت عن طريق أكتب اسم المصفوفة اللي هو Y capital، وأخلي أيضا نفس الفاصلة، نفس الشقطة. فراح ألاحظ إنه الصف الأول
صار عندي عمود أول. بالإضافة إلى الإشارة للجزء الخيالي تغيرت بكل عنصر، يعني هنا واحد زائد واحد آي ألاحظها أنه صارت واحد ناقص واحد آي. هنا هذه بما أنه هي صف أول صارت عمود أول، 2 زائد 2 آي صارت 2 ناقص 2 آي، وهكذا بالنسبة لبقية عناصر المصفوفة. زين، إذا أريد أنه المصفوفة أخذ لها فقط لترانسبوز بدون ما تتغير عندي إشارة العدد العقد، يعني بدون ما أخذ كونجوكيت، شلون راح يكون الأمر؟ راح يكون الأمر أنه أكتب اسم المصفوفة اللي هي Y وأخلي دوت وأخلي هذه الشخطة، فراح ألاحظ أنه المصفوفة بقت نفسها، الصفوف بقت نفسها، عفوا هنا راح ألاحظ أنه الصف الأول صار عمود أول والصف الثاني صار عمود ثاني، لكن بدون ما تتغير إشارة العدد الخيالي بقت نفسها. فبالامتحان راح تكتبون مثلا إذا يجي هذا السؤال could you give the conjugate and transpose، تكتبون هذا الأمر وبعدين تنسدون مسافة answer وتكتبون الحل اللي هو الانسر. وإذا مثلا مطلوب فقط transpose للمصفوفة في y dot هذا الطعم. الآن ننتقل إلى السؤال السابع، خليني امسح الشاشة السياسي. السؤال السابع هو create 3 by 4 matrix all elements are equal to 1، يعني انشئ مصفوفة كل عناصرها تساوي، مصفوفة مؤلفة من 3 صفوف وأربع أعمدة كل عناصرها تساوي 1. بهاي الحالة راح نسمي المصفوفة مثلا X، راح نستخدم بما أنه راد كل عناصرها تساوي 1 فراح نستخدم الأمر once، نخلي أقواس دائرية، بداخل الأقواس الرقم الأول حيكون عدد الصفوف 3 فاصلة، عدد الأعمدة 4، راح نضغط Enter فراح نشوف عندي تكونت مصفوفة مؤلفة من 3 صفوف وأربع أعمدة كل عناصرها 1. السؤال الثامن create نفس الشيء 3 by 4 matrix all elements are equal to 0، يعني كل عناصرها مساوية للصفر، راح يكون نفس الأمر السابق X نسمي المصفوفة X يساوي zeros، خلي أقواس دائرية مؤلفة من 3 صفوف، الرقم الأول يمثل عدد الصفوف فارزة، الرقم الثاني يمثل عدد الأعمدة، نضغط Enter. الحل مالتكم شلون راح يكون مثل هذا السؤال، راح تكتبون هذا الأمر تنزلون مسافة X يساوي تنزلون مسافة والحل نفس الشيء بالنسبة للزيروس، الأمر مسافة X يساوي اللي هو اسم المصفوفة والزيروس. الآن تاسعا يعني create unity matrix of order 3 by 4، يعني يريد مصفوفة الوحدة الرتبة مالتها 3 by 3 صفوف وأربع أعمدة. مصفوفة الوحدة احنا اليونيتي نسميها capital I يساوي، بهاي الحالة راح استخدم الأمر للماتلاب I، أخلي أقواس دائرية الرقم الأول راح يمثل لي عدد الصفوف 3 فاصلة، الرقم الثاني عدد الأعمدة، أضغط Enter فراح نشوف إنه تكونت عندي مصفوفة مؤلفة من 3 صفوف وأربع أعمدة، الدياجونال بيها هو رقم 1، وهاي هي مصفوفة اليونيتي. نجي إلى الدعش create square matrix of element R in range 0 و 1، يعني مصفوفة ما حدد لي شنو نوعها، حدد إنه هي square، يعني ما حدد عفوا الرتبة مالتها بس قال إنه هي square، مربعة يعني عدد الصفوف تساوي عدد الأعمدة وعناصرها كلها بالرينج من 0 إلى 1. هنا أنا عندي بداية أسمي المصفوفة حقول إنه X، الأمر المستخدم لمصفوفة عناصرها بين الصفر والواحد هو راند، بما أنه رادها مصفوفة مربعة فبكيفي أني مثلا أحدد، يعني ما حدد لي هو الرتبة مالتها، مثلا خلينا نقول أنه هي أربعة، يعني أربع صفوف وأربع أعمدة، نضغط Enter راح تشوف أنه مصفوفة مؤلفة من أربع صفوف وأربع أعمدة عناصرها الماتلاب هو يختارها وراح تكون عناصرها بين الصفر والواحد. فهنا هذا الصيغة مال الحل اللي تكتبوها، نزلون مسافة X يساوي والرينج تخلو بين الصفر والواحد. السؤال داش create diagonal matrix D، يعني هنا أنطى إنه لازم اسم الماتريكس يكون D using the diagonal element، يعني حدد العناصر للمحور الرئيسي،
هذه هي اللي هي V، هذا المنتج V. And it position upper main diagonal، وموقع الدياغونال يكون فوق الدياغونال الرئيسي. فشلون راح نطبق هذا؟ بداية نعرف، قبل خلينا نمسح الشاشة، نعرف عن الدياغونال اللي هو منطيني اياه. V يساوي أقواس مستطيلة بداخل هالعناصر اللي منطيني اياها 1 2 3، يعني عناصر الدياغونال. بعدين أخلي الدياغونال، الدياغونال هو المصفوفة الدياغونال اللي هي رايتها اسمها دي كابيتال، يساوي راح يكون أخلي الأمر المستخدم هو الدياغ، أخلي أقواس دائرية بداخل هذه الأقواس راح يكون أول اسم هو اسم الدياغونال اللي هو V. أنا سميت المتجه V اللي أنا أريد اللي حدد لي بالسؤال. فاصلة، بما أنه هو فوق المحور الرئيسي فأخلي 1، نضغط Enter. فحنشوف أنه عندنا هذا هو المحور الرئيسي اللي هو هذا، والمتجه اللي حدد لي بالسؤال موقعه فوق العنصر، عفوا فوق المحور الرئيسي، فخليت 1 لهالسبب كان فوق المحور الرئيسي. إذا خليت بدل هذا 1 0، يعني راح يكون بالمحور الرئيسي. إذا خليت -1، يعني راح يكون تحت المحور الرئيسي. هاي فيما يخص المتجه. شلون يكون حلكم؟ تكتبون ال V اللي هو يمثل المحور اللي راح نحدده، بعدين مسافة V يساوي كذا، بعدين هذا الأمر لإنشاء مصفوفة diagonal. السؤال 12، create 2x3 matrix of element equal to 5 via addition. يعني هنا يريد مصفوفة مؤلفة من صفين وثلاث أعمدة كل عناصرها تساوي 5 باستخدام طريقة الجمع. طبعا هذا موجود عندكم بالملزمة بالمحاضرة الورقية بالصفحة 31. فشلون حنكون هذه المصفوفة؟ بداية نسميها نقول اسم المصفوفة X يساوي، بما أنه يريد كل عناصرها تساوي 5 فأكتب أول رقم هو 5 via addition، معناها أخلي زائد. بعدين أكتب بعد الزائد مصفوفة، أكون مصفوفة صفرية zeros، عناصرها حتكون نفس اللي منطيني اياه بالسؤال، يعني 2 في 3، يعني افتح قوس 2 صفين فاصلة 3 أعمدة، اسد القوس، اضغط انتر. فاشوف هنا انه مصفوفة مؤلفة من صفين وثلاث أعمدة كل عناصرها 5، يعني كأنه نشأ مصفوفة صفرية مؤلفة من صفين وثلاث أعمدة كل عناصرها، يعني معناها حيكون 0 زائد 5، يعني كل عنصر جمع بالخمسة. الآن السؤال 13، السؤال 13 منطيني متجه ومصفوفة، المتجه مؤلف من صف 1 و4 أعمدة، المصفوفة مؤلفة من صفين وثلاث أعمدة، المطلوب إيجاد length of x و largest matrix dimension of y. يعني شنو length of x؟ length of x المقصود به هو عدد العناصر للمصفوفة x مؤلفة من 4 عناصر، عفوا للمتجه x. largest matrix dimension of y، ال y هي مصفوفة. matrix dimension يقصد به رتبة المصفوفة، رتبة مالتها هي 2 في 3. largest matrix dimension يعني أكبر عنصر، أكبر رقم بالرتبة، شكد هو 3. فخلينا نشوف شلون راح يتم تطبيقها بالماتلاب. نكتب المصفوفة x اللي هي اللي هو متجه مؤلف من صف 1 و4 أعمدة، 1 3 5 7، والمتجه المصفوفة y اللي هي مؤلفة من صفين وثلاث أعمدة، y يساوي أقواس مستطيلة، العناصر الأولى تمثل الصف الأول 2 3، فاصلة منقوطة نبدي بالصف الثاني 4 5 6، خلي فاصلة منقوطة ونضغط أنتر. ف length of x، length يعني length للx معناها عدد العناصر بالمتجه x اللي هو 4. إذا largest matrix dimension أيضا راح نستخدم الأمر length of
اسم المصفوفة Y، فنسد القوس نضغط Enter، فراح نلاحظ أنه Answer يساوي 3. أكبر رقم برتبة المصفوفة هو 3، فاللينك استخدمناها استخدامين، إذا كان عندي متجه وإذا كان عندي مصفوفة. يكون الحل مالتكم بهالشكل، length الواي نزلون مسافة answer يساوي وتخلون الحل. ثانيا الدايمنشن اوف اكس واي، الدايمنشن مثل ما قلنا يعني يقصد به رتبة المصفوفة. دايمنشن شنو نستخدم له بالماتلاب؟ نستخدم له كلمة size للمصفوفة x، سد القوس نضغط enter، راح نلاحظ انه answer يساوي 1 4، الرقم الاول عدد الصفوف، الرقم الثاني عدد الاعمدة. نفس الشيء بالنسبة للy، size المصفوفة y، سد القوس نضغط enter، فراح نلاحظ انه answer 2 3، يعني الصف الاول عنصرين، العمود الصف الاول هو عدد الصفوف رقم الاول، الرقم الثاني هو عدد الاعمدة. نفس الشيء بالمتجه، الرقم الاول عدد الصفوف اللي هو صف 1، الرقم الثاني عدد الأعمدة اللي هي 4 أعمدة. ثالثا number of element of x y، يعني عدد العناصر الكلي بالمصفوفة x والمصفوفة y. هنا راح نستخدم الأمر بالماتلاب num، اختصار للنمبر num e او يعني number of element، خلي x، سد القوس نضغط enter، فنلاحظ عدد العناصر للمتجه x هي 4. زين، إذا للمتجه y num el نفتح قوس، عفوا للمصفوفة y نسد القوس نضغط enter، راح نلاحظ أن كل العناصر هي 6، answer يساوي 6. هاي فيما يخص المراجعة، كانت المراجعة للمحاضرة الأولى للمحاضرة الخامسة بالجزء العملي على شكل أسئلة. الأسئلة بعضها تم أخذها من الهوموركات الموجودة عندكم، يعني تم حل الهوموركات الموجودة عندكم، والبعض الآخر طبعا هي حتكون نفس الصيغة اللي تجيكم بالامتحان. لهنا انتهت محاضرتنا، أتمنى أن تكونوا استفادتم من هذه المراجعة. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم.